النهارده كمان، ويمكن احنا طبعا متابعين الدور المهم اللي بتقوم بيه مؤسسه حياه كريمه، اعلنت عن اطلاق مبادره بعنوان راجعين نتعلم. بتستهدف دعم الاسر الاكثر احتياجا انها تقدر تسد المصاريف الدراسيه عنهم وتوفر كمان المستلزمات المدرسيه لاولادهم باجمالي 40 الف طالب في 25 محافظه. عشان كده وفد من مؤسسه حياه كريمه اتقابل النهارده مع ممثلي قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم عشان يبتدوا بقى في الإجراءات المتعلقة بسد المصاريف الدراسية وتوفير المستلزمات برضو للولاد. هيتم دفع المصاريف لعشرين ألف طالب من غير القادرين على دفع المصاريف، وكمان توفير المستلزمات بقى لعشرين ألف طالب من الفئات المعفاة قانونا من سداد المصروفات الدراسية. خلونا نتابع تقرير عن الخبر المهم ده الحقيقة، ونطلع فاصل بعده ونرجع لحضراتكم مرة تانية نكمل أخبار. تحفيز الأطفال على التعلم والابتكار وتنمية روح الإبداع هو هدف مبادرة راجعين نتعلم التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لسداد مصروفات المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجاً. النهاردة مبادرة راجعين نتعلم تختص بالطلبة الأكثر احتياجاً، بنحاول نوفر لهم شنطة مستلزمات مدرسية بالإضافة للطلبة ندفع لهم مصروفاتهم الدراسية ابتدائي وإعدادي، وفي كمان الثانوي بندفع لهم مصروفاتهم الدراسيه. هما النهارده عملوا حاجتين، ادوا ادوات وادوا اعفاء من مصروفات وادوات، حاجه جميله جدا منتشره في 9 اماكن، في كل بيت نلاقي فيه حياه كريمه النهارده. تمكنت حياه كريمه من الوصول لاكثر من 20 محافظه، وتم توزيع اكثر من 1500 شنطه مدرسيه بمحافظه القاهره كمرحله اولى. انا مبسوط جدا ان هم هيدونا شنط مدرسه وبالكتب وبالكراريس وبالاقلام، وبرضك اللي هم وانا مبسوط جدا برضك اللي هم هيدفعوا لنا فلوس المدرسه. انا مبسوطه جدا عشان هم اهتموا بيا وجابوا لي شنط المدرسه وهيدفعوا لي المصاريف. حياة كريمة هنجيب عيالنا ويجيبوا لنا مصاريف الكتب ومدينا كل حاجه. مبادره راجعين نتعلم تاتي ضمن خطه مؤسسه حياه كريمه للتنميه الشامله في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. آية القاضي، الحياة اليوم.